للأسف الشديد الاعتداءات تبع القيام الصهيوني، الجيش تبع القيام الصهيوني ضد الشعب اللبناني، ضد الدولة المستقلة اللبنانية، وضد السكان، خاصة ضد السكان جنوب لبنان. هذه جريمة حرب، هذه جرائم حرب. هذه الحرب هي نتيجة غفت الصهيوني بالاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية في فلسطين، وبالإضافة هم بينفذوا حرب ضد المسلمين، ضد الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس الشريف. وبالإضافة هلا بدهم يحتلوا جنوب لبنان. الهدف تبعهم هي كل المسلمين، كل العرب سوف يكونوا تحت السيطرة تبعهم. أولا نحن ندين الاختطاف الحكومة الشرعية الفلسطينية اللي هذول الممثلين للشعب الفلسطيني نجحوا بالانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي الفلسطيني. نعم. وهذه الانتخابات كانت قانونية تحت سيطرة تحت إشراف تبع مراقبين دوليين. وهذا الاختطاف تبع الممثلين أبناء الشعب الفلسطيني هو غير شرعي وضد القانون الدولي. أنا شخصيا أنا استقبلت مع رئيس المجلس التشريعي الأستاذ عزيز دويك، الله يحييه. هو حكى معنا اللي أبناء الشعب الفلسطيني بشكل خاص وكل المسلمين فيش عندهم أي شيء ضد اليهود بشكل عام، بالعكس. هو ذكر اللي بالوقت اللي المسيحيين ذبحوا ببناء الشعب اليهودي في اوروبا من حمالهم المسلمين نعم في الاتراك، المسلمين الاتراك في المغرب وفي فلسطين خاصه. وقال لي اذا ان شاء الله لما سوف يكون تفكيك سلمي تبع القيام الصهيوني المحتل في فلسطين، نحن نعيش مع بعض تحت جناح المسلمين في الاحترام بالسلام وبالتعايش تحت سلطة إسلامية مثل ما كان قبل 100 سنة إن شاء الله. بالنسبة للدين اليهودي نحن لم نعتبر تلك هذول اليهود كيهود. الصهيوني هو كافر لأنه هو ما بيعترف بالأمر الإلهي اللي مكتوب بالتوراة. يا أختي حبيبتي، أول إشي أنت لازم تعرفي الحياة تبع يهود تحت الجناح العرب وتحت السلطة الإسلامية هذا مش إشي جديد. نحن كنا عايشين مع بعض بسلام وبالتعايش تحت الملك الكبير الخليف عمر بن الخطاب نعم والخليف المأمون نعم والخليف عمر علي ابن ابو طالب، وكما في حياة النبي محمد. كمان نحن كنا عايشين في السعودية مع بعض مع المسلمين بالتعايش. هذا مش نعم شيء جديد. الصهيونية العالمية بتجيب لي إذا هذا شيء جديد اللي اليهودي مش راح يقدر يعيش تحت السلطة العربية. بس أنا لازم أذكر لك في مهرب، في دولة مهرب في 25,000 يهود عايشين بالسلام وبالتعايش مع سكان المهرب تحت نعم سيطرة تحت سلطة عربية إسلامية. نعم وأنا لسه ما خلصتوش. في اليمن في حوالي 1,000 يهودي اللي عايشين في اليمن تحت البريزيدنت علي عبد الله ابو الرئيس نعم صالح الله يحييه. نعم وفي ايران الجمهوريه ايران تحت سيطره نعم الملك احمد النجاد الملكة نعم 25,000 يهود الرئيس ليس ملكا بالسلام نعم وبالتعايش. انتوا بتفكروا هذا شيء غريب؟ هذا مش شيء نعم غريب. نحن نتمنى ليكون تفكيك سلمي تبع الدوله الصهيونيه، وان شاء الله سوف تكون دولة فلسطينية مستقلة اللي هم يحطوا العالم الفلسطيني على الحرم الشريف، والفلسطينيين بكل فرصة بيقولوا لنا نحن سوف نعيش معكم مثل ما كان قبل الغزو الصهيوني للفلسطين. نعم.